مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. يبدأ تقديم عددا من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية، وده للعديد من الوزارات، وتتزايد مشروعات التحول الرقمي والخدمات الحكومية حاليا. تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. بداية خلينا نعرف الناس عن ما المقصود بالتحول الرقمي وأهمية هذا التحول الرقمي. طيب، عملية التحول الرقمي الحقيقة هي عملية انتقال لنماذج عمل جديدة، بمعنى أني أقدر سواء كنت جهة حكومية سواء جهة خاصة مصنع خلافه، أني بعتمد على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اني الحقيقه يا اما اني بحسن المنتجات والخدمات اللي انا بقدمها او اني بطور في الخدمات والمنتجات اللي انا بقدمها. ده الحقيقه بيجي من خلال اني بشتغل على الوضع الموجود او الوضع الحالي للمؤسسه، وقيس الامكانيات الرقميه اللي موجوده، وبحاول اعمل عمليه هيكله او اعاده هيكله لكل خطوات العمل اللي موجودة داخل المؤسسة دي علشان أحقق المتطلبات الخاصة بيا، من حيث بقى أني أقدر أني أعلي الكفاءة، أقدر أني أحقق مستوى رضا أعلى، بحقق جودة أفضل في الخدمة، أحاول أني أقلل التكلفة، أوصل لشريحة أكبر من العملاء والجمهور اللي أنا بخدمه بطريقة مختلفة. يمكن طبعا وإحنا بنتكلم على التحول الرقمي كمان جزء أساسي منه اعتماديته على تقنيات وتكنولوجيات جديدة زي إنترنت الأشياء، زي الذكاء الاصطناعي، زي الحوسبة السحابية. الحقيقة ده بيساعد بشكل كبير جدا في أني أحسن من نظام العمل الجديد اللي أنا بشتغل عليه، من حيث أن أنا بدمج التقنيات الجديدة دي داخل منظومة العمل وبدرب الموارد البشرية بتاعتي عليها علشان نقدر أننا نحقق الكفاءة وخفض التكلفة والوصول الأكبر للعمل. صحيح دكتور محمد. طبعا مع انتشار جائحة فيروس كورونا، هل ممكن أن تقوم عملية التحول الرقمي بدور في الحد من انتشار فيروس كورونا؟ بالتأكيد أنه وإحنا بنتكلم على عمليات التحول الرقمي، الحقيقة عمليات التحول الرقمي مش بس في الخدمات الحكومية، إنما كمان من الممكن أنها تدخل في القطاعات الصناعية، في الخدمات المالية، في كل حتة الحقيقة من مجالات الحياة نقدر أننا نغير نموذج العمل فيها علشان نحاول أننا نحد من عمليات الاتصال المباشر ما بين الناس بعضها وبعض. بنحاول أنه كمان نستخدم بعض التقنيات علشان نقلل عدد الموجودين في مكان معين، نقدر أننا نتعرف على بعض الصفات الخاصة بالأشخاص، وبالتالي هقدر أعرف مثلا أن الشخص ده درجة حرارته عالية فأقدر أني ما خليهوش يبقى موجود في المكان. يعني في الحقيقة أمور كتيرة جدا من الممكن أنها تحققها في مسألة كوفيد. ويمكن حضرتك لو تبصي في خلال الفترة اللي فاتت اللي كانت يعني فيها الدولة أو العالم كله الحقيقة في مسألة لوك داون أو يعني عملية حظر نتيجة وجود كورونا، كانت التجارة الإلكترونية باعتبارها واحد من أشكال التحول الرقمي اللي بتحصل في العالم في ازدياد كبير جدا، وأثرت الحقيقة على عدد كبير جدا من الناس المشاكل اللي كانت بتحصل في انه ينزل ويشتري منتجات وخدمات معينة ويتواصل مع الناس ويحصل الاحتكاك اللي احنا بنتكلم عليه. يمكن شفنا كمان الفترة اللي فاتت في مصر لأي مدى كانت معظم المحلات الخاصة بالريتيل او يعني محلات التجزئة، المطاعم، السوبر ماركت، الصيدليات حتى، وبعض مراكز التحاليل وخلافه، وبعض المنشآت الصحية، لأي مدى قدرت أنها تستخدم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في انها توصل للخدمه بتاعتها للجمهور وهم قاعدين في البيت او يعني في اماكنهم، بحيث اننا بنقلل عمليه الاختلاط بشكل كبير. صحيح. طب دكتور محمد، يعني حضرتك ممكن تكون شايف ان التشريعات الحاليه كافيه لاستكمال منظومه التحول الرقمي ده طبعا في ظل التكنولوجيات الناشئه، ولا احنا ما زلنا نحتاج لتشريعات جديده؟ هو الحقيقة وجهة نظري أنه يمكن الدولة الفترة اللي فاتت اشتغلت على مجموعة من التشريعات، منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منها قانون حماية البيانات الشخصية، منها قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي. إنما ما زلنا الحقيقة محتاجين بعض الأطر التشريعية اللي بتحكم بعض الموضوعات المهمة جدا في عملية التحول الرقمي. يمكن جزء أساسي الحقيقة اللي احنا بنتكلم عليه مسألة الهوية الرقمية، ازاي نقدر اننا نبقى عارفين مين اللي داخل على النظام، مين اللي داخل على المنصة دي ببعض التقنيات اللي لازم يبقى لها تشريع على الأرض. إزاي العمليات اللي بتتم والخدمات اللي بتتم على الصعيد الحكومي أقدر إني أقننها بطريقة أكثر يعني دقة وأهمية من الوضع الحالي. يمكن في بعض الخدمات ما زالت، خاصة الخدمات الحكومية، ما زالت بتحتاج إن المواطن لازم يروح. ليه لازم يروح الجهة الحكومية؟ لأن إحنا ما زال ما عندناش تشريع للجزء الخاص بالهوية الرقمية. واحنا كمان بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، واحنا بنتكلم على الحوسبة السحابية، واحنا بنتكلم بعض الأمور المتعلقة بقى بتكنولوجيا البلوكتشين أو سلاسل الكتلة. كل النقط دي الحقيقة ليها جوانب قانونية مهمة محتاجين أننا نقننها. ويمكن ده من قناة حضراتكم المتشافة بشكل كبير جدا، بدعو الحقيقة الحكومة انها تبتدي في قانون المعاملات الإلكترونية علشان نغطي القصور التشريعي اللي موجود، ويبقى كده كملنا المنظومة التشريعية الخاصة بالتحول الرقمي والشمول المالي. طب من الجانب القانوني يا دكتور، يعني المتطلبات، أو نقول إيه هي المتطلبات القانونية التي يجب على الشركات والجهات المختلفة في مصر القيام بها كمان ده لتوفيق أوضاعها مع التشريعات الحالية؟ طيب أشكرك الحقيقة، السؤال ده مهم جدا، لأنه وإحنا بنتكلم الحقيقة على مجموعة التشريعات اللي موجودة، مجموعة التشريعات دي محتاجة عمليات توافق وامتثال ليها بشكل كبير جدا. يمكن الناس كلها النهاردة بقت مهمومة بمسألة خصوصيتها على الإنترنت، ببياناتها الشخصية اللي موجودة في كل مكان النهاردة على المنصات المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. يمكن قانون حماية البيانات الشخصية بيدي حقوق للمواطنين بشكل كبير جدا، ومهم على الشركات والمؤسسات اللي بتتعامل في بيانات شخصية أنها تتوافق مع القانون دوت وتبتدي انها تمشي وفقا للقانون دوت علشان ما تبقاش بتقع تحت طائلته. على الصعيد الاخر الحقيقه فيما يتعلق بقانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، برضو هناك بعض الامور المتعلقه برفع مستوى الامن داخل المؤسسات والجهات المختلفه وتامين المنصات والتطبيقات المختلفه اللي احنا بنستخدمها. دي برضو ليها معايير معينه موجوده في القانون ولائحته، وبالتالي مهم ان الشركات تتوافق معاه برضو علشان ما تبقاش واقعه تحت طائله القانون، وعلشان تحقق الحقيقه ثقة لمستخدمين المنصات والتطبيقات المختلفة الخاصة بيه. أخيراً يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت خلال المداخلة أنه صدر مؤخراً لوائح تنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأيضاً قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي. يعني ممكن نقول كيف يمكن لهذه اللوائح أن تساعد في عملية التحول الرقمي والشمول المالي؟ بالتأكيد أنه اللوائح دي بتغطي أجزاء إجرائية كبيرة في القوانين اللي حضرتك أشارتي ليها، ومن هنا بتوضح الحقيقة للطرفين، سواء الطرف اللي بيقدم الخدمة هو عليه التزامات شكلها عامل إزاي، إيه المفروض المعايير الفنية اللي بيقوم بيها، إيه القواعد القانونية اللي ملتزم بيها ناحية عملاء وناحية مستخدمين النظم الخاصة بيه،
وعلى الصعيد الآخر الحقوق الخاصة بالمواطن في المسألة دي. يمكن وإحنا بنتكلم الحقيقة على سواء كان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، تمام، إزاي بقدر أحمي البيانات والمعلومات والمعايير الخاصة بكل منظمة، إزاي أقدر أستخدم بعض البرامج اللي بتمنع عمليات الاختراق للبيانات والمعلومات، إزاي بقدر إني أتعرف الحقيقة على يعني بعض الأفعال غير القانونية اللي من الممكن إنها تتم، وبقدر إني أحط المعايير الفنية الخاصة بمكافحتها، تمام، سواء كان بقى على صعيد الشمول المالي وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، انه ابتدى يتحط تنظيم علشان نسمح للناس الحقيقه انها تستخدم المحافظ الالكترونيه وتستخدم بعض الامور المتعلقه بالانترنت بانكينج وخلافه في عمليات السداد والكريدت كاردز وبطاقات الدفع الالكتروني المختلفه. ويمكن اعتقد انه حضرتك شايفه انه الناس النهارده ابتدت تلجا لعمليات الدفع الالكتروني جداً بشكل كبير، وده صحيح بيغطي طبعا جزء كبير من مساله الشمول المالي. ويمكن برضو المبادرات اللي بتتم في فتح الحسابات في البنوك وخلافه، كل ده الحقيقه بيساعد على دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بشكل كبير. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكيه الفكريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.